ايش فيكي؟ دخل على الراس. What's the problem؟ ما خيت بدير هادشي راه ما كيدخلش الدماغ. كيفاش وليتي بحال هكا؟ هادشي اللي غادي تشوفو ما عمركم ما شفتوه في حياتكم. انا امين وهادشي اللي وقع ليا هنا فين كنقراو وما عمرني ما فهمت شي حاجه، ولكن هادو ما عرفتهمش كي كيديروا. هذا ريان بوغوس قراي لاباس عليه سمارت فون البنات بحالي انا وجه النحس. ها هي جات لي بدلات حياتي أنيسة، يلاه جات من فرنسا. شفت فيها جلست حدايا ولكن كنت غير كنحلم. بيان سور جلست حدا بولحيا قدام واحد بحال هذا، فين غادي نبان انا؟ اسي مسعودي، واش انت معانا ولا معاها؟ ها ياك ما ديرونجيناك لا كوبي ديالك مدام المخنتر. سبيسياليتي ديالها تبدا بالحلاوه وتسالي بالهراوه. زيرو سور 20. سيلونس. حتى حاجه ما كانت كتفرح في حياتي، من الدويان حتى العساس، حتى واحد ما كان كيحملني حتى الكلب. ومن فوق هادشي كله من بعد القرايه كنخدم في البيتزيريا ديال سينيور ماريو. اجينا اش فكتي. هذا هو ماريو الدرافات، عزيز عليه يخدم في السكات. طلق راسك سربي. ها هي عاوتاني. كنت دابا رونكونتري هذاك العيان. نيك نيم انيسايس. او كي داير؟ نايس كاتشو ليرا جاك زوين. وي با مال انفان فيزيكمون مي ان تي بي نفخ. ما كضيعش الوقت. قلتي لي ما عجبكش. ماشي ما عجبنيش جو سي با تكسب بعدا ايون فيرا. تماك فهمت، لقيت كيفاش نقرب ليها. خاصني سمارت فون بحال ديما كنوصل البيتزا للكليان، ومع هاد السيركولاسيون الزينه ما نعاودش ليكم. الحمد لله اللي الاخره ديال صحيبي موحل ما كانت يدير والو في حياته من غير التكنولوجي والبيتزا بالطون. بغيتك تعاوني في واحد الحاجه مهمه بزاف. شنو بغيت نشري واحد سمارت فون وعارفك انت سمارت فون. اوي على سمارت فون. شوف انا غنصيفط لك عنده واحد السيد كاين في المارشي هذا اللي حرام، هو غادي تلقى عنده جميع انواع ديال سمارت فون. شوف جيب لي بيتزا معاك. طرت عند صاحب محل المارشي ما لقيتش داكشي اللي بغيت. قوت البورطابلات ولكن غاليين عليا بزاف. درت بالناقص ورجعت في حالتي. وانا راجع لداري بان لي واحد الراجل قليل الصحه عاونته في سبيل الله. ما عرفت هاد الحسنة فين غنلقاها. باغي تبدل تليفون؟ لا انت هو اللي كنت باغي. شحال ديالك؟ صافي بسلام. اشي فين غادي؟ راه 4 د القواعد خصك تحترمها. 1 التليفون ديما معك. 2 الباتري ما تخواشي. 3 الانترنت خصك تبقى ديما مكونيكتي. هذاك البورطابل راه ما غادي يخدم لكش الا ما بدلتي ليهش لا بوس. واخا رانا ماشي صافي. وتسول راه ما عندك شي ثاني يا ضيعها. تلفت ما عرفت شنو نختار. راه ما عندك شي ثاني يا ضيعها. صافي لقيتها رجعت للدار. هادي جده
حنين عليا. السلامة ولدي، كلشي بخير. هذا الوالد قبيح بزاف. الله سي امين. واش هذا وقت كيدخلوا فيه الناس؟ هذه اختي غيتا مسمومه معايا. خليك تدري عاوتاني. هذه الوالده كتهضر بزاف. جيتي امين، خلعتيني يا ولدي، سير جلس على العشاء واجد. يلا سير. وهذا يوسف خويا ما مفهومش. طلع ديريكت للسطح باش نكون على راحتي. ركبت لابوس ولكن ما كنتش عارف شنو كيتسناني. اكتيفيت الباسنات. كريت البروفيل ديالي، درت بحال كاع الناس، كتبت سميتي المود باس ودرت تصويرتي. تصويرتي؟ لا لا موفيز افير، كانت خاصاني شي تصويره ديال شي واحد بوغوس بحال ريان. يلاه كيتقبل عليا انيسه. شفت راسي في المرايا وليت بوغوس ديال بصح، ولكن قفرتها. واحد الحصله ما كانش خصهم يشوفوني. كان غادي يسكت ليا القلب ملي شفت وجهي الحقيقي في السمارتفون. قلت يمكن الا رجعت صورتي الحقيقيه في البروفيل ديالي نرجع كيف كنت. لاباس، رجعت لحالتي الحقيقيه. شنو الدخان هذا؟ شنو الجيران؟ الجيران لاحوا لي شي حاجه من تماك. ما عرفتش بابا، انا خفت خفت انا يخرب. شكون اللي لحلي شي حاجه؟ شكون؟ بابا كان واحد الراجل زعر وطويل وعنده بحال الحيانه. نضت القيامه فوق السطح والدار داروا فيها فيلم هندي. ما تسوقتش ليهم، كنت كنفكر غير في اللي جرى ليا. خاصني نطيح على الشيباني مول ماكن. سخسخت مزيان باش نلقى لادريسا. بالحق لقيتو ساد. وانا نسول واحد السيد على الشيباني هو يقول لي ما عمر ما كان شي حد هنايا. باينه القضيه حامضه بالبيان. وهاني تاني مع محاني في الكليه. احسن وقيتي عند مدام المخنتر هي فاش كتبدا تبهدل فيا. تلميذ القدوه، تلميذ المواظب، تلميذ اللي كيخليني كل نهار نوض ونجي نقري، تلميذ اللي خصكم كلكم تشوفوه وما ديروش داكشي اللي كيدير. تقدم ملموس. 3 sur 20. Revenons aux choses sérieuses. Anissa, très bien. 16. Ryan, 19. ما فهمتش كيفاش كيجاوب مزيان وهو عطاها غير التركيل مع الدريات. شوف كي كتضحك ليه انيسه. نعطيني نص في عمري ونكون في بلاصتو. في البيتزيريا عقلي كان غير مع داكشي اللي طرا ليا في السطح. ديك القوه الغريبه وشنو هما لي ريسك ديالها؟ كيفاش وقع داكشي؟ يلا يلا سير يلا. مع خديت بوز جديده وليت انجوانيال. خاصني نمشي عند موحى باش يلقى ليا شي حل. فرقت كاع لي بيتزا وبقى لي غير موحى. اسبوع انا كنعيط ليك والتليفون ما كيشلش ليا. بدلت التليفون ومشيت شريت مدرب غلف وبدلت النمره حتى هي. هاك شوف 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 اجي عندي نوريك بورتابيليتي كي دايره. بورتابيليتي شوف. وهنا فهمني بلي واخا نبدل لوبيراتور نقدر نحافظ على نمرتي القديمه. صافي شكرا الله يعطيك با موحى. ما تنساش البيتزا من هنا ساعتين. صافي كون هاني ما تخافش. كيجيني الجوع. كان خاصني غير نمشي لاجونس باش نرجع نمرتي القديمه. دير فيها طيح ياك، ولكن بلاتي دابا تشوف. بغيت نجرب التليفون مره اخرى ولكن كنت مخلوع. ناري نتقلها ونسيف في شي سيفه محرتكه، ولكن اللي ليها ليها. كل شيء داز بخير، كل شيء تبهض فيا. ميت بوكوس الشعورات والزعورية. Do you have a fire? Lighter. Lighter. No.
I'm not smoking. You're not smoking? I'm not smoking too. What's your name? I'm Jesse. Where do you come from? From Miami. Miami? Ah, Miami. What are you doing in Morocco? I'm traveling. Traveling? Working? Oh, going around. اوكي القضيه دغيا تفرشات الانجليزيه ديالي ما تشري لي حتى كبوله في ميامي ويلي ما صدقاتش ناري قفرتها نسيت ماريو بقيت تابع انيسه حتى نسيت نرجع لسيفتي الحقيقيه ما نعاودش ليكم فاش ماريو لقى بنادم زعر كيتسرك ليه في وسط البيتزيريا تهلا فيه شكون انت؟ شكون هو؟ هو لا درو شفار خديت بزاف ديال التصرفيق ولكن هذه كانت قاصحة بزاف شفار عندي في البيتزيريا خدمة هذه أجينا فكتي لا والو اسمح لي شفارة عندي في البيتيريا جات صحبة معهم كترة في قلتها شنو هادشي لا والو ما شنو هادشي هضرة لي والو صاحبي ها صاحبك أنا على صاحبك أنا باك أنا سير سير اسمح بوش سير أمين زيد تفرج ليا في هاد الجريدة هادي ورسل ملي ماريو بغاني نعاونو في الباسي ديالو سبحان الله ولا ظريف معايا كان خاصني نعيق بلي ديك الدرافة كلها غادا تقلب عليا هو غير باغيني ندير لي الإشهار ريستو ديالو بلي زيما يلا يلا تو أجي دايما نتواطر وأنا عيفة الله يحفظك على سلامة ولدي أمين شو تعطينا واش عمرك تبغى تدخل في الوقت كنت خدام عند ماريو الوالد واش حتى أي حاجة كتلصقها في ذاك ماريو أمين ما كفوجك ولو تضرب ولا كذب تضربت مع الحيط دوي مع الولد بشويه مالك وانت لي بشويه دوي انا مع الولد بشويه خليني نهضر مع راجلي شوفي هذاك راه ولدي الله يهديك راه عرفناه ولدك شفتي انت هي هذا كافي ما حتى داري ولا ما داري بس دارك انت انا سي هاشم ومدام المخنتر علاقتهم معقده وديما مناقرين هو ما كيحملش المره اللي كتفكر ديما في لاكارير ديالها اما هي ما عندهاش مع التبلديت ديالو ايوا كيبقاو شي حاضيشي درت لونغلي بحال شي دري صغير على قبل انيسه ايوا هادي كانت هي تاني اكبر مفاجاه في حياتي سامين امين مسعودي يس تيتشر يس I really don't know when I'm speaking English oh my god you don't understand well if انت اي دونت اندرستاند هادي ديما هادي فيك عاديه اي دونت اندرستاند العام كامل ولكن لونغلي مزيانه So, what's the time de renouvellement ديال لي سيلول? What? Biology is not my thing, sorry. I don't know. عادي هذا امين اللي كنعرف. I don't know هذا هو امين. يلا بلا ما نعاودوها بليزيوغ فوا ما تنساوش ان البحث اللي كنا طلبناه منكم على الكونتوني على البروسيسوس كونتوني دون اون كريزالي دو بابيون خصكم ترجعوه قبل نهايه هذا الاسبوع. سي امين. This week. Okay, don't worry. Très bien. يلا vous pouvez sortir, c'est la fin de séance. I'm going to try to put it back. My language. كبغي انسى تخبيت في الطواليت ما بقى كيبان ليا التحد بديت كنجرب سحب ليا اكتشفت نيت شي معجزه الساعه هذه غير البدايه كان ممكن ندير اي حاجه تكون مسروعه مزيان ملي حسيت براسي نقدر ندير اي حاجه دخت اش وقع هادي كليتك انت خاصك تكون عارف كليتي اجي معايا اجي معايا هو معلوم داكشي كان مفروش ولكن اسيري تواليت كوغون مع داك الدخان اللي كان طالع ما لقيت كي ندير نشرح ليهم هاد المره مشيت فيها We'll be right back.
هاد المره ما كانش عندي الوجه باش نشرح ليهم. فكرت نغبر ملي كيكون شي واحد غير حصل كيدير هاد اللعيبه هاد. ناري هي صعيبه الواحد يبقى شاد في السقف بلا ما يطيح. هادوك الممثلين ما عرفتش كي كيديروا. انا كنت خايف غير نطيح فوق منهم. حاجه زوينه في هاد الحريره الكبيره بعدا فهمت كيفاش نخدم هاد البوفوار. دابا غندوز ل 16 الثاني. سلام. سلام. السلام وليدي. سدس الباب وجدتك واحد المفاجاه دابا تشوف. شنو فيكس؟ غنبقى نعيط لك كل ساعه. مالك التليفون ديالك بوحدك؟ التليفون راه ديالنا كلنا. الخبر هي الوالده دارت التليفون فيكس بالابونمون. صافي كنت معول نطيح انيسه وباش نوصل لها جربت بزاف ديال البروفيل اللي بانوا لي زعما زوينين. ولكن اللي درت هو اللي ما خصوش يدار دوختها حتى وليت انا اللي دايخ حتى حاجه ما صدقات ليا معاها. لا غريب ميز اون جو دو رياكسيون سيلولير كون نو سيلول سون. امين مسعودي اهلا وسهلا مرحبا. نهار كبير هذا بسي امين وليك علمتيناك واستقبلناك بالتمار والحليب والدقه المراكشيه والطقطقه الجبليه واحواش. امين امين لا مجيان بكري ما كنتش حاس براسي شنو كندير. ولات حياتي جديده هي كلشي. ما عرفتش هاد الشيء فين كان غيوصلني. تما فهمت بلي انا كنموت على انيسه. كان طالع لي الدم شنو مازال ما درتش باش نعجب انيسه. جاتني الفكره نعاود الوالده. الساعه كانت خدامه في التليفون مع الكراتويت ولات غير لاصقه فيه. جده غير مخشيه في التلفازه كتفرج في مسلسل مكسيكي. قالت لي غير هذيك خاصني ضروري نهضر معك شويه. صافي ما بقى عندنا ما يتقال انا وياك. حبس 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 شنو بغيتي؟ بغيتك تعطيني امتي كونساي. واش انا مساليه ليك؟ راه ما عنديش الوقت. وصافي غيتا شنو بغيتي؟ يلا 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 انا سربي. شنو كتبغيو نتوما البنات؟ كيفاش؟ اشنو كتبغيو نتوما البنات؟ شنو كيعجبنا حنا البنات؟ شوف المكلخ راه خاصك تكون بنت باش تعرف شنو كيبغيو البنات. بحال ديما شدات فيا مزيان ولكن واخا هكاك شكرا لك حيت عليا فكره زوينه. يستر. طلعت للسطح باش نجرب كيفاش نتحول ونولي بنت. الا صدقات غنقدر نعرف انيسه شنو كتبغي. واو شكل وليت بنت نريه هادشي اللي بقى. ولكن الترانسفورماسيون طلعت موت. بنت زوينه بزاف. شويه كنت غنزعط في راسي. معلوم الوالده هذه 5 دقائق ما شافتنيش خصها تعيط ليا وانا بحال الحمار كنجاوبها. امين الو ماما كون معايا. امين امين. نعم ماما. فين البنت اللي كانت معاك؟ بنت؟ لا ما كنتش بنت. يلا لا هضرت معايا في التليفون دابا. انا اللي كنت كنضحك معاك ماما. شوف في هذا الكتاب هذا ما بقاش دير لي بحال هكا امين. لا ما تخافيش ماما صافي سمحي لي كنت كنضحك معاك. يلا ملي تسالي هبط نعس صافي؟ صافي شكرا ماما. الو الو ماما لاباس؟ لاباس؟ كنت كنضحك معاك شتي قلتها لك؟ ها؟ شحال
حياتكم زوينه. باش نتقرب من انيسه كان خصني نولي صاحبتها، غتقول لهم مريض مسطي، غنقول لكم الزعطه صعيبه ما عندي ما ندير، وحتى هذاك الفينومين ديال ريان غادي نطيحه في الشبكه. كان كلشي بخير، مكياج، مانيكير، شعرات، طالون، اي ما عنديش مع الطالون. سالو سالو سي توي انيسا؟ وي في الحقيقه ما كنعرفكش ولكن كتعجبيني. علاش كنعجبك؟ حيت كتجيبي معاك الكانيس ديالك. مالك شنو؟ واو عطيتو هاد النار، يبقى ليه مترخ ناري. كون قلت لي هادشي وانا امين كون صيفطني نخيط ما فيهاش، ولكن ما يقدرش حيت انيسه جات من جهتي ودافعت عليا. اجي حدايا. عجبها الحال بزاف، حتى هي كانت باغا غير تفك من هذاك اللصقه ديال ريان. سولتني شكون انا، فرحت حيت حتى هي ماشي بزاف باش جات. حسيت بالبلان ديالي صدق، شحال زوين تكون حدا البنت اللي كتبغي معاها وقريب ليها. واو بحال اللي كنت كنحلم. قالت لي ما عمرها ما تلاقات بشي بنت عندها شخصيه قويه بحالي، مشات فرحانه وباغا تشوفني مره اخرى. ما كانش خاصني نزقل لي كوغ، واخا خوكم جليجه بلا قرايش غادي نكون كاع ليفرور ديال البيتزا وزايدها بالتعطال. عندي الزهر حيت مدام المخنتر واخا قشعاتني من الميكات كانت لعبه حابه مع مسيو هاشم. ملي وصلني الميساج ديال انيسه بحال ولاو عندي الجوانح. اواه غير انا وياها راس في راس في الريستوران. راس في الراس نسيت زعما جوج صحابات، كلشي تخلط عليا وبقيت عارف راسي شكون انا. والله حتى تودرت، بقات كتعاود لي على ريان، قالت لي كيجيها ثقيل على القلب، يا باغا شي واحد يكون مطلوق وعادي. بيني وبينكم بحالي زعما ما كرهتش نجبد السي الورقه باش نقيد داكشي كامل اللي قالت لي، ولكن ماريو برزتني بالتعياط. حسب لي انا كاع ما جيت. اي كرو كش سابتيت كوبين الوغ كوني غير كاميو هو وانا وديبي جدمي بيان، ولكن دابا بين جنوتي. عرفت باللي انيسه كيعجبها بزاف الريستورون ديال ماريو، وعطاتني واحد الخبار بميكتو، السيمانه الجايه غيديروا شي سواريه في الريستو، وعرضت عليا باش نجي معاها، وبحال هاد الفرصه ما كتزقلش. الحل الوحيد اللي بقى ليا هو نطلب الوالدة تخليني ندخل معطل النهار ديال السواريه. نعم باغي نطلبكم واحد الطليبه. باغي نخرج مع صحابي. لا ولدي ما نقدرش نخليك انا تخرج، تيجي باباك وقولها لي. قولها لي. لقيتها. واخا ماما معليش انا خارج انا راجع صافي. الله يرضي عليك. معليش. لا معليش. الله يا بنتي كتبقاي تحنشي حنشي حنشي. كل شيء ولا سهل مع البوا. يا ربي السلامه. اويلي شنو هادشي؟ ما عرفتش ياك ماشي بوطه تفركعاتينا في الدرب الله يستر. سلام. سلام. سلام بابا. ما سمعتيش حاجه تفركعت دابا؟ تفركعت؟ ما سمعت والو. اجي قولي بعدا شتك جيتي بكري اليوم. جيت بكري حيت واحد صاحبي في الخدمة جا بكري، اضطريت نخرج. ايوا مزيان. مزيان. امين راه طلب مني لا بيرميسيون، عطيتها له. ايوا مزيان. كيفاش وانا شحال وانا كنقرا وانا الاولى في القسم وما كتخلينيش نخرج؟ راه انت اللي غنزير معاك، راه ما بقيتيش كتقراي مزيان. اختي اللي مدخله ديما قمقومها في هذا الشيء، زعما إذا كان شي واحد يستاهل شي حاجه في هاد الدار خاصها تكون هي الاولى مولاتها. انا قلت شي حاجه جدا. ويلي هذا مالو؟ كنت كنسحب راسي قافز واللي بغيت انا نوصل ليها، ولكن فلتات لي واحد الحاجه ان الوالد يقدر يدخل دابا ونوحل فيها. ما قدرتش نسول الوالد اش كان كيدير في الدار في هذيك الوقيته، قلت نسلت قبل ما يحصلني. تبارك الله على القايد، هكا يكون ولاد الناس. واش فراسك باللي ماريو راه عيط لي ها ومقلق منك بزاف؟
وراه كان غيخرج ليا في التليفون. ولكن بابا اش من ولكن؟ اش من ولكن؟ ما عمرني ما تفهمت مع الوالد. هو حياته كلها كانت هي خدمته باش يقدر يوكلنا ويقرينا ويلبسنا وبغاني نكون بحاله. ايتما يلا اختي اللي كيخليها دير اللي بغات، انا غير زيد وما عمرني غادي ندير شي حاجه في القرايه. ايوا الحقره هي هادي. دابا يجي النهار اللي غادي نوريه بلي حتى انا نقدر ننجح. حاجه ما كذبش فيها الوالد، كنحس براسي شويه مكلخ وما كنفهمش في القرايه. دابا البحث ديال الفراشات خصني نردو غدا وما عارفش شنو غندير فيه. البيولوجي اللي كانت كتبان لي صعيبه ولات بحال شريب الماء. واو البحث غيطلع غير كيضحك، ما عرفتش حياتي كي غادي تكون بلا بيه. هذاك النهار كان كيبان لي غادي يطلع مزوهر حيت عطيت البحث في الوقت. كيف ما قلنا 35% غادي تكون على لو رابور كو مافي روندو. وانيسه كانت يلاه كونفيرمات معايا باش نتلاقاو في السواري عند ماريو. كلشي كان غادي مزيان حتى وقف عليا هذاك الرادار ديال الدويان خدا ليا التليفون. لا انت هذا الشيء اللي حاضي. يلا اون ريبرون افاكم لو كور ديالنا. كيسكون ديزي لي سيلول كي غندير دابا باش نولي امينه وانا تبعني الصوريه في الليل. يلا عندكم 5 مينوت ايسيي دو لو فير. هذا هو الحل الوحيد اللي بان ليا، ولكن ميسيون امبوسيبل ديال المغرب ما بغاش تصدق. الكارديان ديال لافاك سمع التقرقيب. ناري دير بحال شي وحش الكلب ديال الكارديان. ديما كنت كنقولها إذا تلاقيت معها شي نهار راس في الراس نمشي فيها كوما. الحمد لله قدرت ندخل البيرو ديال الهاجمي. السيد المدير اش كدير نتا عندي هنايا؟ شي واحد دخل هنا. اش دخلك فيه يدخل ولا يخرج؟ ما عندكش حق تدخل عندي للبيرو. الحمر تعبوا الكلب. يلا الحمر جر الكلب. ناري على خلعه شداتني كنت غادي نسخف لهم تما. الحمد لله بعدا اللي جات في الكارديان. ماريا 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 كانت باقا ليا ساعه باش نتلاقى انيسة والخدمه مازال ما كملات. ما عمرني حسيت براسي ضربت التماره بحال داك النهار. ماريو دار معايا مود زوين قال لي تقدر تمشي مع وصاه الوالد بقى يطلقني بكري باش ندخل للدار وجاتني مزيانه هاد القضيه. امين امين ولدي. انيسا قولي لي سي كو لو جون طوم كو تو بريفير؟ خاصني ان غارسون كي اللي فهمت من انيسا عندها مع الدراري اللي كيكونوا مستيلين قافزين وعندهم مع النشاط. با انيسا جو دو بارتير. عاوتاني كلسي صافي عرفت شنو خصني ندير باش نعجبها. هذا لا صافي هذا بان لي مزيان. باش ترد لي البال انيسه قلت غادي ندير شي دخله واعره. حيحت هذاك الشيء اللي بغيت هو اللي كان. انيسه ما حيدتش عينها عليا. بونسوار سميتي؟ أنيسة وانت؟ أنا سميتي حنين. إيوا شمعني أن تيبو سحبتي كنت معايا ومشات دابا جاتون. كان كلشي غادي مزيان تخرجت لي واحد المشكلة من الجن. أواه الباس انترنت ديالي غادي يتقادى كي غادي ندير حتى نشارجي. تفكرت موحى ديك الساعة صيفط ليه ميساج باش يشارجي لي الباس انترنت. بديت كنطلب يا ربي شارجي لي دغيا حيت سينو كنت غادي نتفرش. الصوت كان قريب يتقاد ليا. كنت غنترونسفورما قدام انيسه ونتشوه وموحى ما كانش كيجاوب على الميساج ديالي. واخا هكا كاينين سحاب على ما نقدر نعولو
هو يوصلني الميساج ديال المحاسبة ديال الريشارج. من هادشي كله ما كانش خصني نبقى تما. شرحت لها بلي ما نقدرش نبقى معها اكثر، قلت لها غنبقى كونيكت الا بغات. عجبها الحال. المهم بديت كنقرب ليها. هادشي سي باسكو تا غاتامينا واحد لو غارسون يتي بو. تما عرفت راسي طحت على الفيغور اللي عجبت أنيسة. حاجة فكرتوني بعدا فين داك أمين؟ شتو غابر؟ وبعد اللي فين هو أمين؟ ياك أنت اللي قلتي لينا راه غنخليه يخرج مع صحابه. أنا قلت لكم خليه يخرج مع صحابه. الوالدة واش أنا قلت لكم خليه يخرج؟ وليدي واقيلا جاك الزميمر. تاش من زميمر الوالدة الله يهديك؟ وقتاش قلت لكم خليه يخرج مع صحابه؟ شوف أوليدي أتانسيو أتانسيو غادا تقلب في الهضره من هوك النوك. قلتيها هي قلتيها. واش دابا اتفقتوا عليا؟ ها اتفقتوا عليا؟ ها هو جا يلا ها هو جا. تبارك الله على مولاي السلطان. ما طفرتيه في قرايه ما بغيش يمشي للخدمه وزايدها وكملها بالخبور. وقتاش قلت لك سير تسالم مع صحابك؟ ها انت اللي قلتيها ليا الوالد وهما شاهدين. اي ناري الوالد كان غادي يتسطى ما بغى يفهم والو. في الدار هو بوحدو اللي كيحكم. قال لي الا بقيت بحال هكا غنخرج على راسي. اختي بوحده اللي عاجباه وخاصني نكون بحالها. وانا مالي ماشي شغلي. حاجه واحده اللي كتبان ليا هي انيسه. شفت واحد الحلم خايب بزاف ماما. كاين شي واحد كيشوف حلم خايب على عيد ميلاد ماما. كانت عزيز كتغرق وبقيت كنشوف فيها. بان لي الزهر هو اللي ما عمرو غيضحك ليا. حاس بهادشي ما غاديش يكمل. دخلت اختي لاباج وعرفتني داخل البروفيل ماشي ديالي. بدات كتبراني كيفاش تحرر عليا العيشه. المشكل كبير هو انها مبدعه عالمه كتفهم بلا قياس في هاد الدومين وغتلقاه. ملي تلاقيت بانيسه وهي كتعاود لي على حميد البلان ديالي داز بسلام. عجبني الحال. في المدة القصيرة أمينة ولات صاحبة أنيسة الروح بالروح. هاد الشي غادي يخليني نعرفها مزيان. مالك إيه أشكاي أشكو أنيسة مالك مالك أيش هنا أمينة. مازال ما والفت راسي نكون بنت. وقت ما كيهضر معايا شي واحد كنبغي نسلخو ما كان رضاش. جي بفاغ دو توا تي مفي بفاغ تي اون في يا غات ألوغ حميد حميد إلا ديفيرون جتخوف ما عرفتش. البيرسوناج اللي درت ديال حميد عجبها بزاف واخا هي باقا ما تيقاش 100%. كان باقي لها شي حوايج وطيح في تبوكيصه ديال حميد. حسيت براسي لعب في شي دام كبيره وبحال والو شي نهار نتودر فيها. ميساج واحد كان خاصني باش نتاكد بلي وليت عالم في هاد اللعبات. ولكن بعد المرات كثرت الفهامه كترجع بالندامه. بشحال زوينه بلادم يكون سايق الخبر لكل شيء. اول مره كنعيش بحال هاد العجب. ساعة شي حاجة وقعت لي ما كنتش ضرب ليها الحساب. رجعت لافاك وانا امينة باش نشوف لا رياكسيون ديالها. نشوفو مي با توت سول يلا تمشي معايا ستوبلي ستوبلي. انيسة عارفة لي زيكزامون جو نو بو با ما نقدرش. قلت انا عندي لي زيكزامون سي با مي غيزون. والو ما خليت ما درت باش نسيت بوحدي. كاع دوك اللعيبات اللي كيديروا الدريات باش يغنقوا درتهم. والو ما بغاتش تعتق. خاص امينة تمشي معاها ولا بدا. كي غندير باش نكون امينة وحميد في دقة واحدة. تو رجعتو لي هذاك المرة دي نوت ما بيهمش 10 تو دو ترافاي افير ومشيو لامين مسعودي. امين المسعودي جيت لورقتك وانا تصدم تصدمت تصدمت لدرجة جاتني البكية 18 سور 20. من موان زال 18 درجة ما بغيتش نكون انانيه ونخلي هذا لو طرافاي بيني وبين الورقه. امين مسعودي بغيتك هادشي اللي درتيه في الورقه تنو ديرو في الطابلو. هذه هي الفرشه حصلها على ماروكان. ما بقيتش عاقل حتى السوجي علاش داير. كنت عارفاني غشيت وفي بلاصه ما تعطيني زيرو بغات تشوهني قدام كلشي. Voilà, on applaudit encore une fois, vas-y.
هذا هو المثال ديال التلميذ اللي كيخدم. سمع الهضره وخدم. فازي امين شو في اكزاكتومون سكو تو في فلاكو. حاولت نجاوب ولكن اش غادي نقول؟ اللهم نسكت حسن. ما عرفتش وبصح تفرجت حيت ما كنت عاقله لحتى شي كلمه من داكشي اللي كتبت. كنت عارفه وكنت حاسه بها وحتى هي داكشي اللي كانت كتقلب عليه تفرجتني قدام كلشي. تقمت مني مزيان رداتني كلون. اصعب حاجه في العالم هي تدوز ساعتين كامله وبنادم تيدير فيك ديك الشوفات ديال الاحتقار والحقره. على داكشي هزيت حوايجي وخرجت وبلا ما نحتاج نشوف فيهم باش نعرف حيت عينيهم كانوا بحال شي جناوه على ظهري. مو بحال ديما تنهربوا اني ما فهمت والو. ولكن عندها الحق اش ندير انا في هاد لافاك؟ علاش كتخش؟ اشنو بغيتني نجاوبها حيت مكلخ ولا باغي نبان قدامها واعر؟ غنعاونك ما تخبايت لي دو. ولا اللي كنت كنقول انيسه هي اللي غادي تقلب عليا وجهها صدقتي اللي كتشجعني فشكال هاد الدنيا. شكرا. كاينين شي حوايج تقولهم اللي غادي يطراو في الاخر تيطراو حوايج اخرين. واخا مشيت للخدمه ما بغاش تنسى لي البلا اللي طرا في لافاك. كلشي ضحك عليا ولكن اهم حاجه هي انيسه وقفت معايا وقالت لي غادي تعاونني. عمرني ما كنت كنتخيل ان القرايه هي اللي غادي تقربني منها. لقيت الوالده كتنشر الحوايج في السطح كان خاصني نلقى شي بلاصه فين تبدل. هو يبان لي البيت ديال غيتا خاوي. تكونسونطريت بزاف على الرونديفو ديال حميد وانيسه. كان خاصني نشوفها بيرسوناج ديال امينه هو الاول بحال ديما. حتى كتبدا تكاد وكيجي في الاخر شي واحد كيعوجها. تزقد ما خرجت من بيتها وهي تدخل. امين امين خرج من البيت. من بعد الحقره ديال لافاك والفلاش اللي وقع من بعد باين النهار كي غادي يطلع. ما كانش شي بالي داكشي اللي داز هو المهم. واخا دابا تشوف شنو غندير ليك باش هاد المره ما باقيش تدخل ليا للبيت. البلان كان باين. درت معاه في لافاك قبل ما نمشيو للبارك وعطلت حميد باش نخلي امينه تمشي بلا ما تبان القضيه مفروشه. علي الزام دو نوجوغ. وفين هو حميد هذا؟ ما يمكنش انا بقا كنتسنى فيه معاك. سمحي لي ما بغاش تعطل باش عرفتي غادي تجي دابا. ما يمكنش انا ما يمكنش. ولا ولا ما تخافيش والله. البارتي الاولى دازت مزيانه ما دازت ما جابت ولكن البارتي الاخرى هي المشكل. شكون هاد زوينه؟ ملي كنت باغي نرجع حميد ما لقيتش التليفون. قلت يمكن راه غير ما قلبت مزيان. ناري بدات كتشدي نخلعها. ناري اش هادشي كيطرى ليا؟ اش هاد تريسينتي؟ كنت باغي نولي حميد ودابا الا ما لقيتش التليفون حتى داك امين ما غاديش نرجع ليه. غادي نبقى بلوكي غير في امينه. في الاول قلت الحمد لله عندي الزهر. ساعه الزهر صدق نازل عليا بحال الصخر. لا لا ملي وصلت لهذا الشيء الفيلم ديال الخليع غادي يبدا. اختي تتموت على هاد البلانات كتسطى على هاد السيناريوهات. الهوايه المفضله عندها هي بحال هاد الفلاشات. راه قلت لكم عليمه اللي جاب تمام وهو الدوايان شيء اساسي. كان واحد الطواليط وسمعوا كل شيء. ها اللي قلت لكم دابا غنقول لك ومازال ما سالينا. شوف هاد البنتات الزوينات اللي كتهضر معاهم اش غيديروا. في ديك الوقيته كنت كنفكر غير في انيسه كما صبرها تقاضى. في الاول قلت التليفون تشفر ولكن المصيبه الكبيره هي ملي عرفت اختي لقاتو. مازال جاي ما غادي تطلقو حتى دير به شي كارثه. شوفي البقره اعطيني بتي ساع انا ما باقيش غادي نجي عندك. وليت نادم صافي ما عندي ما ندير. اش واقع؟ اش واقع هنا؟ بقيت مكونسي في الطواليط بهذيك الفورمه العجيبه اللي وليت عليها. الا شافني شي حد غادي طرا كارثه. تخلعت بزاف والخلعه كملت مني حلا لي الدويان الباب والباقي كملوا من عندكم.
الغوت اللي غوتي اللي خلعته ما فهم والو. قدرت نهرب، ما كانش عندي شي حل من غير التعلق، واللي بغى يطرى يطرى. المشكل هو شنو غندير من بعد؟ اول حاجه كان خاصني نلقى التليفون، وكاين واحد اللي يقدر يعاونني، هو موحى. موحى موحى شكون انت؟ اش يدخل عندي دير هنا؟ ما كنعرفكش انا. انا عامل هنا. فاش دخلت عليه ما عرفنيش شكون انا. مصيبه، كيفاش غادي نشرح ليه هاد الحاله اللي انا فيها؟ كان خصني نقنعو اللي ليها ليها، كان خصني نقول ليه شي حاجه اللي انا بوحدي اللي عارفها، باش هكذا يقتنع، باش يثق بيا. عطيتو لا كومبوزيسيون ديال البيتزا المفضله عنده، اللي فيها الطون الكمون والزعتر. الوحيد اللي كان يقدر يتيقني هو موحى، حيت عنده بزاف مع الافلام ديال السيونس فيكسيون. ولكن كيفاش وليتي بحال هكا؟ انا نشرح لك. وهنا عاودت لي ليستوار ديال التليفون اللي عطاني الشيبان لو بوفوار ديالو، وكيفاش وليت في هاد الحاله. ملي عاودت ليه الفيلم كامل بغى يعاونني باش نلقى التليفون، وراني واحد اللعيبه ما كنتش عارفها. اوكي انا غنشوف لي سمارت فون كلهم فيهم واحد لوبسيون اللي تقدر تعرفهم فين كاينين الا تودرو، زعما نقدروا نلقاوه الا كان هذا اللي شفرو باقي في المدينه. ياك ومحاكد لي ان سمارت فون مازال في المدينه وبالضبط عندي في الدار، غادي نكون غير نسيتو في البيت ديال غيتا. غيتالي محا. نعم جيب التليفون. لا ما نقدرش ندخل داركم ونمشي نجيب لك التليفون، هادي ما علاه ما دخلاش شي. طلبته باش يمشي يجيبو في الاول، ما بغاش. كيف كتعرفوا موحى شحال هادي ما خرج الزنقه، ولكن ملي شاف الحاله اللي انا فيها ما قدرش يقول لي لا. كانت اول مره موحى غادي يمشي عندي للدار. شوف انا غندير الكاميرا، هذا الشيء علاش كان ولا بده يدير كاميرا باش نوريه كيفاش يدوز البيت غيتا. شوف انت تشوف معايا مزيان في ليكرون، خلينا حتى طاح الظلام عاد مشى موحى لدارنا باش يلقاهم كاملين ناعسين. موحى تخبى جدا الصالون، جي معاك روان. كيف ديما غيتا ما يمكنش لها تنعس قبل ما تدخل الحمام، هذه هي الفرصه باش موحى يقدر يدخل لبيتها. البقاء جوج دقائق. سلبي 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 قريبا ترجع. غير وصل موحى نقص على السمارت فون ودخلت في البروفيل ديالي باش رجع كيكون. هذا التليفون دابا ما بقيتش بوحدي في هذا الفيلم، ولا موحى حتى هو داخل فيه. ايوا عندي الزهر اللي موحى ماشي شي حد اخر، هو بوحدو اللي يقدر يفهم هذا التفرويح حيت حتى هو مفروح. عجبو الحال وبغى يعرف كيفاش هذا السمارت فون كيدير هذا العجب. بالزربه قلت ليه يتكلم شويه حيت حتى شي حد ما خصو يسيق الاخبار. حتى واحد ما عارف الا انت. شوف كنهضر معاك بصح، هادشي يبقى بيناتنا. رجعت للدار وانا باغي نعرف حاجه واحده، كيفاش وقع لي هادشي. ملي دخلت البروفيل وقلبت مزيان فهمت، فاش قشعت الميساج في الفيس اللي وصل لانيسة عاد عرفت شكون هادي غيتا. المشكل ديال اختي غيتا كان هو والجيران عبدو، ما كتحملوش وهو كيتسطى عليها، الحلم ديالو هو تهضر معاه ولا غير تضحك ليه. صافي القرة غادي تبدا، كان خصني نرجع لها الصرف، ماشي انا بوحدي اللي نتقولب. دابا نوبت غيتا. سلام. سلام لاباس؟ بخير. شنو كدير هنايا؟ لا انا عارف عارف غيتا ما كتحملش عبدو، وبغيت ندير شي حاجه باش نزيد نفقسها. وفكرت مزيان، وداكشي علاش قلت زعما الا بغيتيني جي عندنا للدار. جي عندكم للدار؟ قلت ليه يجي يخطبها من غدا. شحال فرح مسكين تيق، واللي غيتفرقع بالفقسه في هذا الفيلم كله هي غيتا، باش تعرف اللعب ديال الدراري الصغار فين كيوصل. لا غد ليه ملي مشيت لافاك تلاقيت انيسه، كانت مصدومه من داكشي اللي دار لها حميد. شنو شنو قال ليا؟ انت شنو قال لي؟ صيفط واحد ميساج خايب بزاف، بغيت نوريني. شوف حاولت ندافع على حميد، ولكن الميساج اللي صيفطات غيتا في الفيس ما خلى ليا ما نقول. الغارديان ضروا راسو، بغى يعرف شكون هاد امينه حيت ما مسجلاش في لافاك. شكون انت الدري؟ انا؟ ايه امينه. شنو امينه؟ مع داكشي اللي طرى البارح في لافاك، الغارديان ولا حل عينيه ودنيه مزيان، حاضي الشاده والفاده. وانيسه قالت لي كاينه اشاعه كتقول بلي شي جن ساكن في لافاك، كيخرج من الليل لليل، وعاد شافو قال لك البارح. انا اللي كنت عارف كل شيء، بيني وبينكم عجبتني هاد الخبيره، باش حتى شي حد ما يشك فيها. دقه؟ لا شوف شكون اللي دقه هذه. انا بعد عارف شكون اللي كيدق.
تهلكتينا بهاد الريحه والله الا تهلكتينا. لا بابا كتبغي واش كاين اللي كيصبغ دفعرو في الطبله حتى شنو هذا شكون صافي هذا شويه ديال اللحم وهاد الوريده راه جينا. السلام عليكم. عبده هو الجزر ديال الدرب عزيز على الوالد بالنسبه ليه هذا هو الرجل والا فلا. مرحبا سي عبد الله. مرحبا مرحبا سي الوالد. مرحبا ريح عمي ريح كبير هذا سيدي عبدو. مرحبا بك. مرحبا والف مرحبا. بارك الله فيك الشيخ. احنا جيت انا والوالد والوالده ما كنتش عارف ان القضيه غادي تحمر بحال هكا على غيتها. طالبين يد الله غيتها الا جات على الخطر. فك هذا باين من وحدتها. الاول كنت غير باغي نعصب غيتها ماشي نخرج لها على حياتها. مرحبا. حيت مع لا غيتها. اي اي فهمتك غيتها. انا مازال باغي نقرا مازال باغي. تقدري تكملي قرايتك ياك باقي لك غير. الوالد بان ليه البلان في عبدو وزعم باش يجوج ليه غيتها بغات ولا كرهات. الوالد كان فرحان بزاف بدا كيتخيل نسيبو الجزار اللي غيشبعو من الجبو الفاف. غيتها كانت غادي تسطى تجوج دابا وهي صغيره دابا كتقرا ما يمكنش. ما تيقش راسي ملي قالت لي انيسه غادي تعاونني. درت معايا نتلاقاو ولا غد ليه باش نراجعو معاها بعدا نقدر ندير مجهود. هنا فين بديت نحس براسي نقدر نقرا مزيان. واخا بديت كنتلاقى انيسه غير باش نراجعو المهم غير تكون حدايا. لا سيونس الاولى اللي درنا عجباتها بزاف. ايوا ندير الفال لبنتي. الوالد والوالده تيقوا زواج غيتا ولا هو موضوع الساعه. شنو درتي دابا مع عائلتك؟ اتفقوا مع العائله ديال عبدو على كل شيء. هكاك هي وصدق شحال داروا فيه؟ اللي بقى فيا فهاد ليستوار كامله هي اختي غيتا. قالك لا دار عنده شي دار اخرى. غيتا جيت تفطري. ما قديتش نساش درت لغيتا ما عرفتش كيفاش نقدر نلقى شي حل لهاد الشيء. افطر وعندك تخبر لهاد السيماره. ما قدرتش نتكونسونطرا في قرايتي بالي كان غير مع غيتا. والو والو. وانيسه ردت البال لهذا الشيء سولتني مالي اليوم اختي عاودت لها على داك الشيء اللي طرى لاختي غيتا. والوالد قبلو واش كتبغي؟ لا ايوا خاص تعاونها. وقالت لي ولا بد خصني نعاونها. عندك الحق. يلا خدم ياك لاباس. من غير لي ترانسفورماسيون اللي داروا قربالها في لافاك ليستوار ديال لاصال سيتو الجنو اللي ساكنينها هذيك بوحدها مازال ما تفهمتش. وبيني وبينكم ماشي غير جيت ودويت لكم على لاصال سيت دابا تجي الوجبه وتعرفوا علاش. عندي بهذه الكليه هذه عباد الله هادشي اللي باغي نعرف انايا. ممكنش بغيتو بعد مني. ملي شفت غيتها في هاد الحاله شي حاجه لداخل تحركات ما نقدرش نخلي اختي كتعذب وانا كنشوف. كان خاصها تعرف بلي انا معاها وتقدر تعول عليا. اول مره كنشوف اختي غيتها كتبكي قدامي. لا انت ولا انا نقدروا نديروا شي حاجه. انا اخوك الكبير وهذا الشيء كله بسببي. كان خصني ولا بد نعاونها وكيف ما وحلتها غادي نحلها. كان خصني نلاقي سلوكه ما بين الوالد وعبدو. خدمت البوفوار باش نولي انا وهو الوالد. وانا نمشي عند عبدو كنت خاصني نلقى شي حاجه اللي غادي تكعي عبدو. وانا عارف والديه ما عندهمش مع الضياف ما حساك الا كانوا غادي يطولوا في الجلسه. واش الكويس ديالك بخير؟ الحمد لله راني مجروب غنتسنى شي ناس جايه عندي من فرنسا. الله يوصلهم بخير. اللي بغيت نقول لك هو مالين الدار وصوني راه غنجيو عندك ان شاء الله. مرحبا بهم على الراس والعين. ماشي غير انا وغيتا راه انا وغيتا والمدام مرحبا بكم وحتى دوك الناس ديال فرنسا جيو كاملين. مرحبا بكم في دارداركم. بغيك راه نجلسوا عندك واحد شويه ان شاء الله. ضيافتنا بيت 3 ايام. مرحبا سيدي. لا 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 اكثر من 3 ايام. سيمانه؟ لا 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 اكثر اكثر غنجلسوا غير واحد 8 شهور. صافي صافي عبدو تخليني تنتشاور مع الوالد والوالده. رد عليا. نرد عليك راه نساب في هذا الشيء كامل. عبدو ما فهم والو. اش هاد العائله طاح فيها؟ باش نقاد الطرح مزيان دخلت للفيس عاوتاني باش نولي في سيفت عبدو. عجبني انا بعد الخضر راه مزيان. شي ولا سير حل شوف سير شوف شكون سير بلاتي اش هذا شكون هذا اللي كيدق
لعبت عليهم العشرة، عصبتهم مزيان، ما كانش اللحم وشبعت فيهم كريتيك. مش معقول، واش انتم جاي عندكم حتى للدار تقول لي مكان هذا اش الخدمه؟ ما قلناش الشومة فبط رجلك. او انا جاي داروا لكم واش داير هكا؟ وباش كملتها هزيت لهم التليكوموند اللي انا عارف حتى الوالد ما عندوش الحق يقيسها من غير جده. حلت عليه الدوسي مزيان. انا مش دابا انت مع باه نوري انا ودابا حرك الفراجه. الوالد كان خارج يتشكى من عبدو الباه، ما يتلاقى غير مع عبدو تاع الصح. عاوتاني دق عليا حيت انا كنت الفوق في السطح كنتفرج عليهم. كتجي انت والفاميلا والناس ديال فرنسا صافي شعلات اللي عليا درتو. دابا نقدر نرجع امين قدام باب الدار. قلتي لها الفاميلا غادي يجيو يجلسوا عندك. انا تما شوف اولدي عبدو، الا كنتي واكل شي حاجه سير عند باك. ويلا على واكل شي حاجه، واش بغيت تضحك عليا ولا شنو هو؟ وكيف ديما خفة ديالي خارجة عليا. الحمد لله ما كانوش مسالين ليا. شتي ديك غيتا؟ انساها، ديك الخطبة غادي نحيدوها. شتي ديك الجيرة ماشي معقول. صافي الوالد شعل مزيان، ملي كيقول كلمة ما كيرجعش عليها. مزيان اسمعوني مزيان سيدك عبدو، داك الهمجي عمرو ما يحط رجلو هنا. انت ديك الخطبة راني ساليت معاها. ايوا على سلامتك. من بعد ما حليت المشكل ديال غيتا دابا عندي الوقت باش نتكونسونطرا في القرايه ديالي. وليت كل نهار كنتلاقى مع أنيسة، كنخدموا مع بعضياتنا، وبديت كنحس براسي غادي وكنزيد لقدام. وهاد الشيء بان حتى في النقاط ديالي. كملنا ايه امين برافو. حتى مدام المخنتر ردت البال لهاد القضيه. دي طون زيرو موانز 18 ماشي ديالك مي ابري وصلتي هادشي اللي بغيتي. برافو غيان عاقلين على الاشاعه ديال الجنون اللي ساكنين في لافاك. باقي ما ساليناش معاها. دابا كيقولوا باللي جنون ساكنين في لاصال 7 والسي ريان باغي يخدم هاد الاشاعه باش يفرشني قدام انيسه. وليتي تتحس براسك تزامه تديري مع هاد العيان. قبل ما كنتش كنقدر نجاوب بحال هاد النوع ديال البنادم، ولكن قدام انيسه والله لا دوزتها ليه. خرج فيها عينيه بغى يخلع عينيه. اوكي بغيت خاطر معايا شكون الاول فينا اللي غيقدر يدخل بالليل لاصال 7 اللي مسكونه. سلسلة يتضارب مع الجنون ياخذ التصويره ويخرج. بيني وبينكم ما تخاطر ما والو، ولكن ما قدرتش نقول لا قدام انيسه ونبان انا اللي شماته ديال بصح. تخافيش كيما نسميها. انيسه دخلها في هذا اللعب الباسل وقال لها تكون شاهده علينا. الدراري والدريات اللي كانوا دايرين بينا كانوا طالبين عليها، كل شيء باغي غير فراجه. انا تخلعت من راسي، ما عمرني كنت نقدر نزعم بحال هكا. كون الراجل فينا طار ديك البيتزا نار. طلق طلق حط فروتا دي ماري. ها سي ماريو اسمح لي شوف لافاك معطل اسمح لي بزاف. يلا طفات عليك الشمعة. ها انا عمرني ما شي فات شاباليدا بحال هكا. نهارين عصبني في لافاك غير غوت عليا ماريو بحال ديما. ما عقلتش على راسي كيفاش تجاوبته بهذيك الطريقه. سخن عليا راسي عصبني. سميتك بوشتا اش بغيتي دابا؟ ماريو ما فهم والو ولكن ما عطلنيش في البلاصه. كالماني باغيك تخدم باغيك دير تولي راجل. وحتى انا عيقت عليه. اولاد ساره هذه ماشي زعامه، بنادم هو اللي يعرف الحدود ديالو. تلقي ديك انتوما تلقي ديك تلا. مادام المخنتر اللي كان كيسحبني ما كتحملنيش ولات حتى هي كتعاونني. ما بقيت فاهم والو. هو اللي يخدم في الاكزرسيس. مع ما شفتش انيسه قلت ندخل البروفيل ديالي فيس باش نولي في سيفت امينه ونسولها علاش ما كتجاوبش على لي ميساج ديال حميد. كان خاصني نلقى كيفاش نتصالح معاها ونرجع نشوفها في سيفت حميد. قولي لي شنو درتي مع حميد؟ حميد صيفط لي ميساج الاول الثاني الثالث. واخا صيفط لها حميد بزاف ديال لي ميساج في الفيس كيشرح لهم المشكل اللي طرا ليه، انيسه ما كانتش معوله تسامح ليه دغيا. خايف مي جي لو بريسيون سي با سانسيغ. ما عرفتش شكون كنتي كي ما انفيتو كونسير. كي؟ ريان.
ريان هذاك القرد يعس بنكسر كانت دايره مع ريان تمشي مع لواحد سبيكتاكل. هاد ريان خارج ليا من جنب حتى هو راه امينه هادي ماشي امين. ملي دخلت لافاك بنت لي انيسه مع ريان. البلان ديال ندخلوا للقاعه سبعة باش نصوروا جنون دار بوم. كلشي باغينا نتشيو. ايوا هاد الخوا فين هو؟ دير فايق ها ريان بان لي زعل ولكن انا اكثر منه غادي نمشي. دخلت قبل منه حيت قلباتني ريحه الديودورون ديالو. و انت اي توا بوكا تي بابا باش يبي با فازي هذه هي لاصالسيت اللي حتى واحد ما كيقدر يدخل ليها. ما نخبيش عليكم شحال وانا واقف في الباب قبل ما نزعم ندخل ليها. هادشي فيه شكل مني خرج لي الجن الركاب يتحشوا لي واخا ركبتني نخلع ما زقلت واحد اللعيبه. الجن داير نفس الديودورون ديال ريان. هنا دخلني الشك وانا رجع للقاعه باش نشوف شكون مورا هذا الشيء. ساعقت به دار فيها مخرج كبير ومعاونو حتى الكارديان ولكن الجن ديال بصح هو اللي غادي يخرج لهم من بعد. ما كنضربوش الحساب لكل شيء ديما كتخرج شي حاجه من الجنب. فين بغيت ناخذ التليفون باش نرجع كيف كنت عاد بالي بلي ما نقدرش نشدو باليدين ديال الجن حيت غير دخان. ناري كيفاش غادي ندير؟ مني ما بقيتش قادر نتحكم في السمارتفون ديالي تفكرت داكشي اللي كيقولوا على جنون قال لك يقدروا يسكنوا اي حاجه. دخلت السمارتفون وبدلت البروفيل ديالي. امين تميت خارج بشويه عليا بحال شي مشير. ملي شافوني ما فهموا والو قالوا صافي امين ضربوا جن. اول مره في لافاك يديوها فيا عجبني الحال. قلت مع راسي نعيش هاد اللحظه. درت لهم الخرجه ديال طوم كروز في ميسيون امبوسيبل. عجبني راسي واخا هادشي كله بفضل البوفوار. ماريو ما خلانيش نفرح بزاف مع باقي ما نساش ليا الدور اللي درت فيه ولا حاط عليا. اش كتهرس ليا في الماء؟ واش انت شاريهم؟ شاريهم ها؟ انا بغيتك تكون راجل كوني بافي. كون كوني بافي هات حالك حالك هات. على الاقل ملي كنرجع للدار جدك كتفوج عليا شويه. القضيه تكلمات من بعد البلان ديال عبدو. على الاقل كنلقى راحتي في الدار. جوج مشاكل كان خصني نلقى لهم حل. ما خصنيش نخلي ريان بوحدو مع انيسة في الكونسير وكان خصني الفلوس باش نشري البيي. بخير لو كلوب انوي كيفرق لي بيي على لي كليون ديالو. كان خاصني غير نتقيد في كلوب انوي باش نربح البيي. ها هو المشكل الاول تحل بعدا. دابا بقى لي ريان وهذه هي المناسبه باش رجع حميد ونشوف كي ندير باش نصالحو مع انيسة. لا سواري كانت عامره كلشي كيشطح. دي جي كان محيح. انيسة وريان حتى هما مهدوش من الشطيح. ريان سخن عليا راسو خاصو كي ديما يبان فيه هو الواعر. صافي دار فيها جاستين بيبر ولا باغي البيست غير ليه هو. ما عقلش على انيسة اللي ما فهمت والو وكملها فين بدا يشطح مع وحده اخرى.
انا في الجال اخرى كنت منوضها باش اني سترد لي البال، وهذا الشيء اللي طرا خلى طرياني تعنقر على البنات ومشات. ساره والعياقه اللي فريان هربت انيسه منه وجابها حتى لعندي بخير. هذا الشيء في مصلحتي. اللي ما فهمتش فريان هو البنت اللي كيشوفها كيبغيها، ودغيا كينسى انيسه، وانا ما كنشوف غير انيسه، وحتى بنت ما كتنسيني فيها. Je voulais m'excuser. شرحت لها علاش ما جيش في الغونديفو الاول ديالنا، وطلبت منها تسمح ليا. قلت لها تشفر ليا البورطابل باش نبقى فيها. قلبتها ضحك وطلبت منها تسمح ليا. وباللي ملي شفتها مع ريان في السواري ما زعمتش ندوي معاها، وفين جات لعندي ما تيقتش عينيا، وهي فهمتني باللي ما بينها وما بين ريان والو. عاودت لها كاع داكشي اللي كنحس به، وكيفاش من النهار اللي شفتها وانا كنفكر غير فيها. كون ما ريان حتى حاجه من هادشي ما كانت غادي تصدق. الفلاش اللي دار مع انيسه قربها مني كثر. صافي سمحت لي وعطاتني فرصه اخرى، وكملت معها لا سواغي اللي ما بغيتش تسالي. لا موين ديال لاكلاس باش مازالين دي زيرو. امين 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 مسعودي. مني قربت لي مدام المخنتر هز الكوبي ديالي ديال الامتحان فضيحه، رجليا بداو كيلاشيو بالخلعه. صافي غادي تشوهني قدام كلشي عاوتاني، ولكن مدام المخنتر ما كانتش كتنز عليا بحال ديما. اعترفت باللي درت مجهود كبير واخا في الاخر ديال العام، المهم درتو. انا ما تيقتش راسي راه في هاد لافاك السعيده قليل الا جبت شي نقطه في هاد الضو كنت غادي نفقد الامل. ملي شفت في انيسه كانت فرحانه ليا، واخا هي جابت 18 راه عادي، ولكن انا جبت 12 معجزه. واخيرا كلشي تقد في حياتي، انيسه لافاك غيتا الخدمه عند ماريو كندبر بها على مصاريف باش نخلص التليفون والانترنت، ولكن هذا الشيء ما كيطولش حيت نسيت واحد المشكل. ماريو عافاك. قلت لك اش كدير هنا امين؟ صافي ماريو الله يحفظك. صافي انا غندير نلبس مالك، انا ما تيش باغي نشوف هاد لافات شباليدة ديال زيا. وهو ما نسى والو من داكشي اللي قلت ليه. شنو علاش كتعمل معايا بحال هكا سينور ماريو؟ علاش قلت لك عطيني اتساع كتسير فحالك واش كتهضر بنيتك؟ ما كنضحكش معاك عطيني اتساع. جاتني قاصح يجري عليا ماريو من الخدمه، ما تسرطاتش ليا حتى من الفلوس غادي نتحنسر فيهم مزيان. من اليوم الفقر والشجاعة. المشكل اللي عندي باس انترنيت ديالي قرب يتقاضى، كي غادي ندير باش نترونسفورما؟ كان خصني غير ندخل للسيت clubinui.ma. على الاقل كاين انيسة معايا، كان واحد بنادم ما كيشمنيش. شك مرتك شك مرتك ها بغيتي الضرب زيد الضرب. سنة 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 يا سعى ضربة عندي ضربة عندك خوا معفك ريان ريان ريان. مني ضرب لي ما شعرتش، نطت من بلاصتي زيت وخبطتهم على الأرض. شي حاجة اللي ما عمر ما قدرت نديرها من قبل، ونقزت عليه بحال شي قرد. ما بقيتش باغي نطلقو. لا 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 كنت طلقتو كنغيري يبني. شديت فيه حسكة ما تفكيتش، جاب الله جا الكارديان هو اللي فكو مني. صافي دابا عندك ما عمر ما شفت ريان في هاد الحالة تشوه قدام العالم. صافي ولدي فاندي بان لي هاد الفيلم مازال ما تقاضى. ناري قفرتها يجريو عليا من لافاك، مالهم ديما المشاكل طايحين عليا مالهم. صافي ربحتي خليت لك لافاك صافي فرحان ها. يلا روحلو. اش الوقع؟ مسيو هاشم ما عجبوش الحل نضربو في لافاك. انا ما قدرتش نحل فمي قدامه، وانا كنعرفك باللي ناري صبني الصداع في هذه الكليه هذه. ولكن مسعود دواني ما خلانيش نقول كلمه. ترجع عليا الهضره من اليوم، راك مطرود من هنايا. ريان كيس كيتي باسي؟ امين ما دار والو، انا اللي دفعت الاول. الصدمه الكبيره هو ريان جا مني. ما تفهمناش بقى. ما فهمتش هو زعما بقيت فيه؟ خرجوا عليا بجوجكم من هنا. يلا يلا انت راه غتجيبوا لي داتا بيان سور. هاد النهار ما كانش باغي يسالي. ملي دخلت للدار
الوالد كان كيتسناني بحال شي مرده. ماريو عيط ليه وحطني بوجهي. اه عليه ماريو من الخدمه دابا دا ترقع زناقي وتخيط الدروبه. شوف اه غادي ترجع. ما عمرش الوالد مكشكش عليا. ايوا صافي الا سد الله باب. الوالد كان باغيني نتعلم الحرفه حيت كيقول مع راسو ما عمر ما غادي نتفرو في القرايه. قال لي الغد لي خصني نمشي نطلب السماحه من عند ماريو. ما عندي ما ندير خصني نلقى شي حل مع ماريو حيت الوالد ما غاديش يطلق مني حتى رجع لخدمتي. من بعد هاد المشاكل كلها اللي غرقت فيها الحاجه اللي بقات لي هي القصه ديال انيسه مع حميد. ولات بحال روميو وجولييت. وليت كنحس براسي امين معها اكثر من حميد. بغيت نولي امينه باش نعرف واش انيسه عاجبها حميد. ما كاين شي حاجه كاين شي حاجه جو سخا غو سون ريان بوغ لي. بغيت نقولك شي حاجه. وهنا قالت لي واحد السر. بيان سور كاين واحد الدري شفا بديت تريسونتي كاين شي حاجه بوغ لي ولكن ما عرفتش شنو. لي فريمون جونتي سميتو امين. مري فاش قالتها ليا كان قلبي غادي يسكت. ما تيقتش هادشي اللي سمعت. معايا في اللونفي تيخدم معايا. هنا فين قلت مع راسي زعما انا نكون عاجب هاد البنت. انيسة واحد اللي ما بقاتش كتشمو وهو ما باغيش يقلب عليها. خرجوا هو ريان اللي زاد فيه حتى بالسل وحماض. يلا نخرجوا. لا قلت لك. لا انت ما بغيتيش تفهم واش واكلت برديله راه ما باغاكش. كون كانت باغا كان غادي يتفرقع مسكين. غير ما رضاش قدام انيسة يبان ديما هو اللي ما مزيانش. الحساب الاخر كان مريزيرفيه ليا. سمعت باللي الحركة ولات ميتة عند ماريو. واخا هكاك بقى فيا مشيت نطلب منه السماحة ونعاونه. سينيور ماريو اسمح لي ما تقلقش عليا. رتب بحال الواليد وانا جيت عندك اليوم باش نجمع ما بين القراية والخدمة. أول مرة ماريو كيهضر معايا من نيته. عرفت باللي السوق شوية ميتة والريستو ما كانش كيدخل ليه شي ربح. شوف ما تخافش صاحبي البيتزيريا هادي غادي نحركوها كيف ما كانت. انت صاحبي في ما كونفيونس علاش ما ديرش الطواجن بالبيتزا؟ طواجن هنا بالبيتزا مالك. يلا ما تخافش انا نتكلف بداك الشيء. ملي وصلت على انيسه باش تراجع معايا لقيتها لعبه في واحد لوجو فيديو. درت لها تبرزيط باش تخليني نلعب معاها شويه. ايوا صافي شوف جي بيردو دابا اكوز دو تو. غنوريك وتعلم. انت تعرف تلعب؟ شوف تعلمي. سي با كوم سا. شت غانت وحشك. ها؟ غانت وحشك. جبالي على الاترانجي. دون نوت فيل. كو؟ لا. اسمع شت. غنقراو بجوج هنايا. ناخذو الدبلوم ونقراو بجوج هنا. ملي بغيتي نقراو بجوج خاصك تخدم وتشد الدبلوم ديالك تنتا. وهنا اش غادي ندير؟ خاصني ولا بد ننجح إلا بغيت نتبعها. في الحقيقة خاصني ننجح إلا بغيت البيبان يتحلوا ليا. عاود تلاقيت مع أنيسة بغيت نعرف شنو كتحس. هضرت لي على أمين كتر من حميد. وفي هذا الوقت ريان كان كيشريها الأمينة عند الدويان حيت ما تسرطاتش ليه الدورة اللي درت فيه. ومع أمينة ما مقيداش في لافاك جاتو القضية سهلة. أنا غادا وكتكحل عليا. ريان فرشني لافا كلها سقط لي الخبر. انا كنقرا في لونفي بي. عاد كذبوا عليك العمس عاد كذب. ايوا هي صاحبتي بغات تعرف انيسه ما فهمتش والو ولكن ما نكراتنيش. ردي عليا الهضره. ردي زقتي تعجبي وخذ بلاصتي انت احسن لك. هادي ما نبغيش مازال نشوفها كدور عندي في الكليه هنايا. قدرت ندير والو. وانتيا راكي مسجله عندي. هاد الكوفر اللي وليت كندير به اللي بغيت بدا كيجبد عليا الصداع. خاصني نشوف كيفاش نتفك منه. محا ترونت صح ما بقيتش عارف اش غادي ندير.
ما بين امينه وحميد انت سطا خصك تلقى لي شي حل. انا في الاول درت حيت ما كانش عندي الثقه في راسي، بغيت انسه تشوف فيا، ولكن نسيت بلي كانت كتشوف هذوك الاخرين اللي كنت مخبي وسط منهم، وما ارتحتش ليهم بحال اللي ارتحت لامين، حيت امين الحقيقي بنادم ماشي تصويره. دابا بقات لي حاجه وحده وموحى خصو يعاونني فيها، يخرج امينه وحميد من حياه انسه بلا ما تبقى بلاصتهم باينه. موحى لقى لي الحل. فكره واعره هادي. ما بغيتش نفقسها، ولكن ما كانش لي شي حل من غير هذا. بغيت نفهم ما تكرهش معنا في لافاك انسه؟ انا عايشه اليوم لا حيت بغيتك تعرفي الحقيقه، حيت انت عزيزه عليا. لا بس كسي جو دي ريفيلاسيون اجوردي لي بغيتك تعرفي سي كو موي حميد اون ني انصامبل. تش مكدبا نو با دو تو. انت وحميد ما تفهمتوش. انت كي توا ما عمرك ما غادي تفهمي. عرفتي شنو مري؟ عيطت لحميد من بابا. سي كوا سا تقتي بيا دابا؟ قلت لك جو صالك حميد ودابا جو تو ليس جو في لو فاغ. صافي سالينا هاد الفيلم، ما حملتش نشوف انيسه في هاد الحاله، بقات فيا بزاف. والله الا تبارك الله عليك عجبتك. نوض كيعاد راه صاحبك امين هذا. نوض نوض جيتي ما نعاودوش. بارك الله من هضره صاحبي، خليني سير خرج. والله ما بقيت فاهم حتى شي حاجه. هادشي عندك كيس طاني اليوم موح نحبس هادشي كامل. اي تبارك الله عليك عييت، ولكن انا بقيتي غير ديك البنت كنتي وكاك زوين والله ما كنب عليك. الله يعاونك موح. امين واش انت ما بغيتش تشد معايا الطريق؟ ها كتجي معطل كتمشي بكري ما مركزش مع الخدمه. ما عمرني شفت مشربان بحال هكا. ماشي حيت انت ما درتيش داكشي اللي بغيتي تمنعني حتى انا ندير داكشي اللي بغيت. ولكن يا بابا سي سكو جو بونس زعما. شوف اولدي امين، ما حد كيعيش في هاد الدار غادي تحترم القانون اللي داير انا هنا، سينو راه ما يعجبكش الحال ودخلوا لراسك. اتفقنا؟ بالنسبه ليه الله يعاونك ما غاديش ننجح. الهضره ديال بوب بقات كتصون ليا في راسي، حلفت حتى نبين ليه باللي قادر ننجح وبلا ما نغش. حتى اختي غيتا جات من جهتي وسلفتني لا شامبر ديالها باش نبريباري فيها. في حياتي ما عمرني ما راجعت بحال هكا، بغيت نكون واجد الامتحان. كنت كنفكر غير في انسه ملي دخلت لونفي بانت ليا صفراء ومقلقه وانا السبب، واخا الامتحان بديت كنضحك ليها حيت ما نقدرش نشوفها هكذا وما ندير والو. اول مره كنسالي شي امتحان فرحان بحال الا نجحت، الاجوبه كانوا كيصبوا عليا بحال الشتا. والو صافي شوف بغيت نقولها لانسه. قول ليها غير سي جوست امينه سميز افيك حميد شي فوالا. عرفتي شنو جاوبت مزيان في الامتحان اها ودابا غادي تشوفي بان التلميذ فات الاستاذ ياك. واخا عليك يلا كتسناني الخدمه عند ماريو. واخا ملي قالت لي غادا تمشي معايا حسيت بقلبي غادي يخرج من بلاصته. سافيك توا ما تيقش بصح هادشي ولا انا اللي كنحلم. ما كانش خصني ننسى ماريو السيمانه كلها وانا خدام على قبل السواريه. كنشوف الفيسبوك كتعايرني. لا من بعد البلان ديال لاصالتاتو المضاربه مع ريان ولا كلشي كيعرفني في لافاك، ومن تما ولاو عندي بزاف ديال السحاب في الفيس. كنزفت لهم انفيتاسيون باش يجيو للحفله. غادي يجيو عندنا يجيو كاملين خطير. حتى انا كاع ما كان ملي كنت انا صغير بزاف عندك انت يا صاحب وتصيفط لي مصيفط ولك ولك شي هوا صيفط ساند وكتشوف ساند غادي تصيفطها. شو شو بريك بريك انت سند مشات للهند دابا مشات.
النهار ديال الريزلتات لقيت بأنيسة باش نمشيو انا وياها نشوفوا النتيجه. أنيسة لقات سميتها هي الاولى، بقيت كنقلب على سميتي بحال شي حمق، تعصبت حتى ما بقيت كنقشع والو. هنا امين ترى امين مسعودي امين جا فوا فين فوا ايسي. قشعت سميتي ما تيقتش، بقيت مخرج عيني في السميه باش نتاكد. نجحت نجحت، ولكن الفرحه ما كانش غادي تطول. دابا ما 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 جدا 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 ملي رجعت للدار كنت كنطير بالفرحه، الوالده واختي حتى هما فرحوا ليا بزاف ديالي. مبروك تسلم. كانت هذيك هي الوقيته باش نقول لهم باللي غادي نكمل قرايتي في مدينه اخرى، وفكرت مزيان وغادي نتقي بواحد ليكول فواحد مدينه اخرى. مدينه اخرى؟ اه لا ولدي الله يرضي عليك، ما تمشي حتى شي مدينه، خليكها هنا حدايا. ماما راه دار المستقبل ديالي، ولا عليك راه غادي نشري لكم واحد الدار كبيره بزاف. خويا غادي يكون عنده بيشو، غادي نشري لكم من بيسين. لا بيسين الله يلا مزيان، انا تنلبس المايو ونعوم في لا بيسين. دابا ماما قنع ليا بابا. ولا عليك بابا كان غادي يقنع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها والله الا عمرك طويله ولدي، يلاه لقيتينا داويين عليك. عرفتي شنو هي المفاجاه؟ امين نجح في الامتحان وغادي يمشي لمدينه اخرى يقرا. مزيان، ولكن راه ما عندك فين تمشي يا ولدي، غتبقى هنا تعاوني على الزباله. هادشي كله اللي درتو ضربوا لي في الزيرو. علاش با ما بغانيش نكمل؟ كيفاش؟ حتى بديت كنجح هذا هو بدا كيقمع فيا. علاش؟ يا احمد الله يهديك، الدري راه نجح وش الدبلوم ديالو، خليه يمشي يقرا الا ما غاديش. اول مره غنشوف جدك تدخل في شي حاجه. وبغيت غنعرف امين شاد مع الضد وغيتا مخليها تقرا ودير اللي بغات. لا لا غيتا كتقرا مزيان ومش حال هادي، ماشي بحال داك امين. شتي هذاك النجاح ديالو راه ما تخلي من هنا ما خرج لي من هنا. شوف برات امين راه كيقرا مزيان، خليه يدير داكشي اللي بغا. عافاك غادي يمشي يقرا فين ما بغا. لا لا ما غاديش يمشي يقرا، انا اللي كنحكم في هاد الدار. وانا تنمو وتانا كنحكم. واخا لا انا غنمشي ندوش ونرتاح والصباح يفتح. دوي مع راجلك دوي معاه، انا داكشي اللي عندي راه قلتو ليه. صافي يا جده ما بعرف مصلحتي، ما بغانيش نمشي ما غاديش نمشي. يلا انا مالك امين؟ غير وصلت لافاك وشافتني انيسه حسيت بشي حاجه طرات ليا. با من باك؟ ما بغاش يخليني نمشي في هذيك ليكول. وعلاش؟ ما بغاش ما عرفتش. واخا جبتي نقاط مزيانين. امين؟ مالك؟ الوليد ما بغاش يخليني نمشي في هذيك المدرسه. واخا خدمتي وتقدمتي والو؟ واخا هكاك. امين واش انت متاكد انك باغي دير داك المدرسه؟ متاكد 100% باغي نمشي. مسيو لو دويان هذا امين مسعودي من اكلخ لي زيتيديون اللي كانوا عندي هذا العام، ولكن قام بواحد القفزه انا وياه ما كرهناكمش، لو تعاونوه باش نقنعوا با باش يخليه يمشي يكمل قريتو. واخا غادي نشوفوا هذا الشيء من بعد. اون فا كونفوكي طون بيغ ولقاو لي سوليسيون. غادي نشوفوش من بعد. تبارك الله عليك طويجين هذا. نعطيك الصحة ماما. صحتكم. ما قديت على مرقة. ايه حق احمد نسيت ما قلتلكش، قبيلة عيطوا من لافاك ديال امين وقالك خصك تجي عندهم راه بغاوك. لافاك غاوني انا؟ هادي 100% شي زبلة دار هذاك امين. ولا واه ما تسبقش العيب، سير وشوف وعرف شنو كاين. بصح سير عندهم وشوف شنو كاين. صافي بابا صافي 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 صافي. على سلامة ولدي كلشي بخير. ولدي امين انا كنعرفو مزيان، راسو قاصح وغشاش وما باغيش يقرا وما غنخليهش يمشي. سي مسعودي
راه حنا عارفين هادشي كامل، عارفين ان امين راه كان غشاش وما كانش باغي يقرا وما كانش كيخدم، وانا هادشي كنت كنلاحظو، ولكن راه قام بواحد المجهود وخدم، وحنا من واجبنا ان حنا حتى حنا نعاونوه شويه. اولا مسيو الديكتور، من طبيعه الحال. اسمع سيدي، حنا استدعيناك لهنا للمكتب باش نحاولوا نقنعوك، هذاك راه بحال ولدنا. الله يهديكم، راه امين كان عارفو بحال يدي، راه راسو قاطع، راه عييت معاه، راه مشي يبني عباد الله. عندك الولد تبارك الله راه كبار وواعي، فهمتي، خليه يمشي يبني المستقبل ديالو بوحدو. بارك الله فيكم، انا عارف هاد القضيه، ولكن راه ما مسؤولش، راه مازال صغير، راه ما غاديش نخليه، ما يمكنش نخليه. ايوا صافي خلاص، شوف اتكل على الله. المهم يكون خير ان شاء الله. ايوا الله يجازيك بخير. الله يكمل بخير. ايوا سيدي، نتمنوا الخير ان شاء الله. جينا الوليد اش امين سعودي، نجحت بابا، نجحت، هذه هي سميه ديال عائلتنا، قلت لك تفتخر بها بابا. الحاجه الوحيده اللي كنطلب منك هي دير فيها الثقه، والله حتى باغي ندير مستقبل. ما عمرني ما قدرت نهضر مع بابا حيت ما كناش كنتفاهموا، اول مره كتخرج لي الهضره معاه. صافي ساليت مع هاد الروينه، غادي نرجع اخيرا للحياه العاديه، واخا ما بقاتش كما كانت باغي تبدل. صافي عمرني ما نعاود نستعمل البوفوار، حيت بقيت كنخرق حتى كنت غنخرج على راسي وعلى الناس اللي كنعرف. بسبب دوزت بزاف ديال الحوايج، بدلت سيفتي كما بغيت، ضحكت على كل شيء، كذبت، غشيت، هادشي كله بدلني. ما عرفتش، كنت باغي نولي حسن ووليت، كنت باغي نقرا ونجحت، كنت باغي نكون مع أنيسة وليت معاها، كنت باغي الوالد والناس يحترموني وربحت الاحترام ديالهم، وجيسي وأمينة وحميد وكل شي الآخرين عاونوني باش نوصل. علموني بلي حتى شي واحد ما كامل، مهم هو تعرف شكون انت، ما تكذبش على راسك وتزيد القدام بالخدمة، هذا هو البوفوار الحقيقي. وتعلمت أهم حاجة، أنا أمين وبخير، وهاد الليلة أنا أمين وماشي شي حد آخر اللي غادي يكون مع أنيسة. يلا السلام عليكم. امين شات بوكيسه. اي 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 لا ولدي غزال، فين غادي؟ ديال السواريه. ديني معاك. وصولي لبابا. امين عافاك ما تجيش معطل، واش تو طاكسي باش تكون جاي انت وصحابك؟ واخا بابا تشاد بقى هنا وجوج مع موحة. لا عبدو اسمح لي. يلا الله يخطيكم عليا. سلام. اول مره كندخل شي سواريه كنحس براسي فيها مرتاح، وحتى حد ما كيشوف فيا يشوفها ناقصه. في الحقيقه هذا الشيء كله سببه أنيسة، كل ما كانت هي ما عرفتش كيفاش غادي نكون. اليوم لا كونسوماسيون اي غراتيس. يلا 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 عطيه واش بغا. النهار تلاقيت بيك حياتي تبدلات، كانت تبدلات حياتي فيك تا رونتي تا شانج. على نوتخ، على نوتخ. أنيسة أنا فرحان حيت أنا هو أنا. ماك شنو وقع؟ ها والو أنيسة مشي مازال الحال والو، ولكن بحال ديما كتخرج لك شي حاجه من الجلب كتريب لك كل شيء. اوه لا ما يمكنش، الا هذا البلان كان كيسحب لي ساليت مع هذا الفيلم، ولكن هذه كانت غير البدايه ديال استوار كبار.